حتى تمكنت من إنجاز مزرعة كبيرة وبها ربت الحيوانات وغزلت الصوف، كلها أعمال قامت بها لتزويج أبنائها. تحدي عمتي يمينة الشاوية في تقرير سعيد أحريق. عمتي يمينة شاوية من حديد، توفي زوجها سنة 1978، فتحدت صعاب الحياة وقررت اقتحام عالم الفلاحة والاستثمار فيه. 19 سيد يشتر 19 سيل بصل 19 سيد شياء 19 سيد سيد فوناس 19 سيد كسرت اك 19 الزرع هذا اللي راكم تشوفوا فيه هو الثوم والرشاشات هذو كل العجوز اللي دارته والله غير بيديها والاخر هي اللي راهي تتعب ودير. مزرعة عمتي يمينة تنتج كل أنواع الخضر إضافة لتربيتها للحيوانات خاصة الدواجن. تربي غدي سحمة من ذا الوز ذا البرك ذا القزاط ذا الفوليسن. امتهنت عمتي يمينة وهي تبلغ 70 سنة من العمر غزل الصوف، وهذا لتوفير بعض المال حتى تستكمل بناء منزل في المزرعة وتزويج أبنائها الأربعة. هذيك غير مخدة ذا المطارح يكوجيليو خطر شو الغرس شو الخدمة نشاو بابا سني موذ سني دي تيشا خدمة فلاسنا نعيشا فلاحة، تربية حيوانات، بناء وتشييد من امرأة واحدة والتعليق للرجال. وبهذا مشاهدينا نختم حصر